استلم اليوم نور الدين بدوي مهامه الجديدة وزيرا أولا خلفا لأحمد يحيى خلال مراسم تسليم المهام. هذا وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد عين أمس نور الدين بدوي وزيرا أولا خلفا لأحمد يحيى الذي قدم استقالته. وفي أول تصريح للتلفزيون الجزائري عقب استلامه مهامه الجديدة على رأس الحكومة، أعرب الوزير الأول نور الدين بدوي عن امتنانه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصه، مؤكدا الصهر على التكفل بكل انشغالات المواطنين. بودي أولا أن أتقدم بامتناني وتقديري لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على هذه الثقة الغالية والكبيرة التي حظيت بها، وسوف أعمل جاهدا إن شاء الله لأن أكون في مستواه. بودي كذلك أن أتقدم بتحية خاصة لمعالي السيد الوزير الأول وأخي العزيز، وأحييه على كل المجهودات التي بذلها خدمة للجزائر خلال كل هذه الفترات التي قدمها. هي مناسبة كذلك والجزائر تعيش هذه المرحلة الخاصة في تاريخها، والجزائر والجزائريين ينتظرون تجسيد كل هذه الطموحات التي عبروا عليها خلال الأيام والأسابيع الماضية، والتي توجت بخارطة الطريق التي وضعت والخاصة بهذه الإصلاحات العميقة والكبيرة التي سوف تعرفها هذه الجزائر الجديدة التي يطمح إليها كل جزائري وجزائرية بكل فئاته وخاصة شبابنا. فكما تعهدت بالأمس مع فخامة رئيس الجمهورية على أنني سوف أعمل بكل جد وبكل إخلاص لمرافقة ومواكبة هذه الإصلاحات والعمل على تجسيدها ميدانيا، أتعهد أمام شعبنا وأمام مواطنينا ومواطناتنا على أن نكون ليل نهار في الاستماع إليهم، في خدمتهم، في التقرب منهم، في جواريتهم، خاصة من خلال هذه النداءات التي استمعنا إليها خلال الأسابيع الماضية. وفي حقيقة الأمر المواطن الجزائري والشعب الجزائري باعتباره قوة اقتراح لنا كحكومة سوف نعمل إن شاء الله على أن تتجسد ميدانيا بمعية كل الطاقم الحكومي الذي سوف يرافقني في هذه المهمة الصعبة وهذه المسؤولية التي أعتبرها تكليفا كبيرا. الرب سبحانه وتعالى يقدرنا على هذه المسؤولية وعلى أن نكون في مستوى هذه الثقة وفي مستوى طموحات شعبنا مواطنينا ومواطناتنا. الكلمات الأولى نوجهها للسيد رئيس الجمهورية باش نجدد له من خلال وسائل الإعلام التعبير اللي قدمته له بالأمس جزيل الشكر والعرفان على الثقة اللي وضعها فيها بتعييني في هذه المهمة، وثم السند القوي اللي لقيته منه طوال أداء الخدمة في خدمة الجزائر. ثانيا أنا اليوم سعيد جدا بعقد مراسيم تسليم المهام لأخي وزميلي سي نور الدين بدوي. السيد الوزير الأول بدوي غني على التعريف، مسار طويل وكان لي الشرف في مختلف الوضعيات أنني تعاملت معاه، وبأكثر من ذلك 20 شهر تقريبا وإحنا نخدمه مع بعض يد في اليد. فأشكره على وأهنيه على ثقة اللي وضعها فيه فخامة الرئيس، وأتمنى له كل توفيق والنجاح، وأتمنى السعادة والاستقرار لشعبنا وبلدنا، وبارك الله فيكم.